يتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم المدرسية مستفيدين من تخفيضات أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تصل إلى 30% على كافة المستلزمات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة الدراسة. أقل من بره 30% وممكن 40% كمان، وفي حاجات يعني عندنا حاجات معدل 70 جنيه 100 جنيه 120، حاجات كلها رخيصة يعني، حاجات حلوة يعني، حاجات ماركات كمان يعني. الإقبال زاد لما اللي اتعلن عنها في التلفزيون، الإقبال والله على كل حاجة يعني، احنا موجودين بصراحة يعني في صرح كبير جدا ما شاء الله، بندعي المواطن انه ينزل يشارك معانا في الصرح ده، وتشوف قد ايه ان احنا مهتمين بيه، وان الادارات المعنية مهتمية بيه ومهتمية قد ايه ان هي تخفض عن كاهله المصاريف والالتزامات اللي عليه. مقارنة ببره افضل بكتير، احنا بنبص للتيشيرتات هنا وللكتب والحاجات دي افضل بكتير. واكد عدد من المواطنين على ارتفاع جودة المنتجات في مبادرة كلنا واحد، بجانب ان الاسعار جيدة للغاية وفي متناول الجميع. جبت شنط ده، وان شاء الله اجيب باقي حاجات ادوات المدرسيه اليوم ودخلت الموسم بتاع الدراسه. هو اكيد هتكون مختلفه عن بره بنسبه يعني كبيره، علشان هنا بنوفر له خامات اعلى واحسن من المدارس، والاقبال بيكون كويس لحد ما كشنط مدارس او كراريس او اي حاجه تانيه. بشجع ان احنا نستمر في المبادرات ديت وتحسينها وتطويرها وتعميمها على كافه انواع المنتجات وعلى كافه انواع المراحل، سواء بقى ملابس صيفيه شتويه تجهيزات كلام من دوت، انا بطالب ان احنا نستمر بيها ونطورها، بالعكس ده حاجه تبقى مشرفه لينا طبعا كلنا. تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجاريه للمشاركه في المبادره لتوفير كافه المتطلبات المدرسيه من خلال المعارض المنتشره بمختلف محافظات الجمهوريه. إقبال كبير من المواطنين على معارض مبادرة كلنا واحد، حيث يجد المواطن كل احتياجاته من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 30 و40%. من أحد معارض كلنا واحد برمسيس، كريم كمال، التلفزيون المصري.